باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لايكي. ربنا بيحب الناس الطيبة، ويحب الناس الرحمة، ويحب الناس اللي ما تستغلش المشاعر، ويحب الناس اللي لو انت ملكت قلبك يرحمك مش يقسى عليك. لايكي. اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري واجعل القادم من حياتي كله خير، وبشرني بما يسرني، وابعد عني كل ما يضرني. لايكي. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له يا رب حنن قلوبنا يا مولانا على بعضنا، واكفنا يا رب أمراض أبداننا وقلوبنا. لايكي. أيقظوا ورتبوا أمانيكم واطلبوا من الله ما شئتم، فنحن في أعظم أيام الدنيا وأحب الأيام إلى الله. لايكي. أي كل يوم الصبح ببركة اليوم، قول اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة، يوم سعادة، يوم رحمة، اللهم اجعله يوم رزق واسع. اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرج كروبنا وهمومنا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا يا رب العالمين. في شهر شعبان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه، نسأل الله كما بلغنا شهر شعبان أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدرك رمضان فصامه وقامه. وأكثروا ثم أكثروا من الطاعات في هذا الشهر. شهر شعبان هو شهر استعداد لدخول شهر رمضان. نحن في شهر شعبان. لايكي. يا خيتي انت يا كل حكاية، يا خيتي جوا القلب مخباية، يا روحي انت ويا نص التاني، يا روح الروح. بارك الله بجمعتكم وسائر أيامكم، وأبعد عنكم وعن أهلكم وأحبابكم كل سوء، وحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأسعد قلبكم وملأ بيوتكم بالسكينة والستر والأمان. سلاما على الذين يزينون حياتنا برفقتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، وشكرا لمن يتواصلون معنا ودوما نحن في بالهم. فدعوتي لكم براحة البال وصلاح الحال. كل شخص عزيز على قلبي، مبارك عليكم شهر شعبان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كل عام وأنتم بألف خير. كل من يسمع هذه الكلمات الآن، أتمنى أن يرزقك الله شيئا جميلا يغرق قلبك بالسعادة. يا ربي كلما طرق هذا الإنسان بابك فافتح له كنوزك، وسخر له جنودك، وأبسط له من رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي أسعده سعادة لا يعقبها حزن، وسخر له من حظوظ الدنيا أطيب. صباح الليمون لأحلى عيون، صباح الرمان لأغلى إنسان،
صباح الأناناس لأغلى وأجمل ناس، صباح المحبة لكل الأحبة، صباح المحبة لكل. يوم جديد وأملنا بالله بيزيد، يا رب بشرنا بكل شي حلو عندك، وهدي نفوسنا وريح بالنا. تغنيت 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 والله عنيت عنيت حزن من قلبي هالمجروح، من كتر صف الدمع يا عمي لا غرقت سفينة نوح. سيفتح الله لك بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لا يفتح بمفتاح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج فرجت. لا يأتي شهر رمضان على أي بيت من بيوتنا إلا وقد ملأته فرحا وسعادة، وفككت كربة أهله، وفرجت همهم، ويسرت أمور. الدنيا قسيت علي يا رب، الدنيا كسرت خاطر، الدنيا كسرت قلب. يا رب سلمت أمري إليك يا رب، أنت مفرج الهموم وناصر المظلوم يا رب. والله ما فرطت يوما في ود، ولا نكرت لأحد فضلا، ولا بدأت عداوة، ولا حتى نويت، ولكني عزيز النفس إن هان قلبي فرقت. اللهم إني استودعتك مبسم عائلتي وقلبهم وصحتهم. شقوني بالنص حطوا شي جواتي ما بيشبهني، يعني جسمي قبله بس هو ما بيقبل روحي.